السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة بقى حبايبي شوية رز كده بالخلطة وبالكبد والقوانص. عندك كبد وقوانص بتوع فراخ في التلاجة، طلعيهم، وأهم حاجة تنضفيهم نظافة بالملح والليمون، نظافة كويسة ما يبانش ليهم ريحة يا بنات عشان الزفارة. لو مش حابينه بالكبد والقوانص يا بنات، اعملوه بكبدة اللي بتيجي من عند الجزار، كبدة بلدي، كبدة ضاني، ربع كيلو، نص كيلو، كل واحد وإمكانياته. أنا هعمل المقدار 3 كوبايات رز يا بنات بالرز المصري، ينفع يتعمل بالرز البسمتي. اهم حاجه بقى، ما اهم ما في الموضوع يا بنات، معلقه السمنه البلدي اللي هتحمروا فيها المكسرات ان امكن. يا ريت يا بنات معلقه سمنه بلدي، ما فيش مكسرات يا بنات، المكسرات غاليه، حطوا مكسرات الغلابه زي ما انا عملت كده، شويه سوداني متقشر ومتحمص، ودقيقتين كده على نار متوسطه، وبعد كده نزلت بالزبيب، يا دوب برده دقيقه واحده كده يتنفخ زي ما انتم شايفين، وبطلع الحاجات دي كلها من الطاسة. في نفس الطاسة بقى يا بنات زودت معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت، لو فيش سمنة بلدي بقى اطبخوا الرز بزيت، بس زيت يكون نظيف ملهش ريح. ونزلت بالقوانص المتقطعة اللي مغسولة كويس قوي بالملح والليمون يا بنات، وبعد كده البصلة، وبقلب حتى يا بنات تاخد اللون الأصفر الذهبي. لازم يا بنات تاخد في التسوية تستوي. بعد كده برضو حطيت قطعة كده زبدة أو سمنة بلدي، وبقلب. بصوا يا بنات الصوص كده قل خالص ودخلت في السوا. بنزل بقى بايه؟ بالكبده. الكبده ما تاخدش نار، 3 دقائق وهطفي عليها. اقلب تقليبه ده، اقلب كده في بعضه، ممكن تقلبه تقليبه كويسه وتحط شويه البهارات وتغطوا عليها قيمه 5 دقائق او 3 دقائق. حطيت نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه من السبع بهارات، ورشه بسيطه من جوزه الطيب، ونص معلقه ملح. بسم الله. هبدأ بقى أعمل في الرز. بصوا حبايبي، أنا هعمل 3 كوبايات رز من الرز المصري، حطيت 3 معالق من السكر يا بنات صغيرين، المعلقة مليانة. ونزلت كده ببصلة يا بنات مبشورة ناعم، مش مكعبات، مبشورة ناعم يا بنات، وبقلب كده في السكر اللي اتكرمل. وبعد كده بنزل بمعلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت وشوية البهارات، برضو ملح وفلفل أسمر، ومن سنة برضو من السبع بهارات، وسنة جوزة الطيب. لو فيش جوزة الطيب عادي، انا حاطة فلفل اسمر متحوج، لو ما عندكوش غير فلفل اسمر متحوج بس اوكي، حطوا معلقة صغيرة ممسوحة وبس. بعد كده نزلت بالتلات كوبايات الرز المصري المغسول ومصفي، وفي مرقة دجاج ماجي اهي يا بنات اللي انا عاملاها في البيت، خدوا طريقتها يا بنات، روعة روعة، بتنقل الأكل المكان تاني. حطيت مكعب مرقة دجاج ماجي ومية سخنة، يا دوب غطت الرز، الرز ده بلدي ما بياخدش مية كتير، يا دوب غطيته بس كده بالمية، لو في شوربة يبقى أفضل يا بنات. وغلى كده من الجناب، هغطي عليه وههدي عليه عين البوتاجاز خالص، وتلت ساعة يا بنات بالظبط وهيكون استوى معايا. بسم الله. رصوا بقى في صينية في بولات صغيرة، اعملوه كده تشكيلة حلوة يا بنات، حطوا شوية مكسرات كده، وبعدين الكبد والقوانص، وبعدين بعد كده حطوا رصة مكسرات، الرصة اللي تعجبكم، فننوا بقى براحتكم. على فكرة ممكن تستغنوا كمان عن المكسرات، بس اعملوه يا بنات في العزايم. الرز ده كان سكر يعني، بسم الله ما شاء الله على طعمه، يتبدر بدر، كان مفلفل زي ما انتم شايفين كده، ويشرف في العزايم. بناكله في المطاعم والله يا جماعة ما يقربش للرز ده خالص، ده أطعم وأحلى بكتير. هقلب بقى البولة دي كده وهتشوفوا منظرها دلوقتي، ممكن في بولات صغيرة الفخار برضو عملت المنظر ده كده. وبالهنا والعافية علينا وعليكم، جربوا يا حبايبي بطريقتي، هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو بقى حبايبي دعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.